السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. اليوم يوم جديد وعرض جديد وعروض بندا الأسبوعية. هنشوف العروض طبعا اللي نازلة في بندا، عروض قوية جدا، عروض زي ما احنا شايفين، عروض كتير جدا. ولكن في البداية كده نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما، النهارده هنقول سبحان الله وبحمده. اتمنى الناس كلها تقول معانا الاذكار وتشوفوا بقى العروض، عروض العيد في بندا، عروض لمده اسبوع، عروض قويه جدا. يلا بقى بينا نشوف العروض. من اقوى عروض الاسبوع عرض على الجبنه الموزاريلا اللي هي المراعي 900 جرام، نازله من 46 ل 23 ريال. عرض على الجبن الموزاريلا المبشورة اللي هي المراعي 900 جرام، نازلة 23 بدلا من 46 ريال. عرض قوي. جبن الموزاريلا في بوك اللي هي 900 جرام، نازلة 34 ريال بدلا من 50. في كمان اللي هي فرسانة 700 جرام، نازلة 19 بدلا من 22.5. في السنبولة 1 كيلو، نازلة 34 بدلا من 45. في برايد 35 بدلا من 46، برايد 1 كيلو برضو 35. في هنا البقرات الثلاثة 400 جرام، نازلة 18 بدلا من 24. الصافي 900 جرام، نازلة 30 بدلا من 46. الصافي 30 اللي هي 900 جرام. في كمان هنا داري 2 في 200 جرام، الاثنين ب 16 ريال، الاثنين ب 16 ريال. وفي نادك اللي هي 500 جرام ب 22.5، جبنه موزاريلا نادك اللي هي 500 جرام ب 22.5 بدلا من 26. المراعي اقوى عرض اللي هي 900 جرام 23 ريال بدلا من 46 ريال. عروض الجبنه الموزاريلا في بندا هذا الاسبوع. الزبده في بندا المراعي 3 في 100 جرام، نازل من 20 ل 12 ريال، من 20 نازل 12 ريال. في كمان لور باك زبدة غير مملحة، لور باك اللي هي 100 جرام 2+1 مجانا، نازلة من 21 ل 13.5 اللي هي لور باك. كمان في عرض على زبدة نادك اللي هي 1 كيلو، زبدة غير مملحة نادك 1 كيلو، نازلة من 45.5 ل 36.5. في عرض على البريزدنت اللي هي 100 جرام الاتنين حبة، نازلين من 15 ل 13 ريال اللي هي البريزدنت. في اللي هي الكيري 200 جرام، نازل الحبة 13 بدلا من 17.5 اللي هي الكيري. ديت عروض الزبدة في بندا. طيب عروض اللي هي كريمة الطبخ وكريمة الخفق. كريمة الطبخ نازلة من 28 ل 20 ريال، وكريمة الخفق برضو 1 لتر، ده اللي هو 1 لتر 21، يعني كريمة الخفق 21 وكريمة الطبخ 20 اللي هي المراعي. في كمان هنا كريمة الطبخ اللي هي بوك، كريمة الطبخ بوك 1 لتر 19 ريال، 19 ريال بدلا من 27 ريال اللي هي بوك. في اللي هي نادك كريمة الخفق 500 ملي 12 ريال بدلا من 16.5 اللي هي نادك. كمان الصافي كريمة الطبخ الصافي 1 لتر، نازلة 20 ريال بدلا من 28 ريال. ونادك برضو 1 لتر اللي هو 1 كيلو 17 ريال، 17 ريال. دي طبعا عروض كريمة الطبخ وكريمة الخفق. عروض اللبنة، في لبنة تركية بنار تركية، دي تركيا نازله من 35 ل 25 الكيلو. لبنه الطيب الكيلو 28، لبنه اولكر الكيلو 30، لبنه استرا 28، لبنه بينار اللي احنا قلناها دي 25. في عروض الجبنه، عروض الجبنه، جبنه قريش عماره دي مصريه 23 ريال الكيلو. شبيهة جبنة ملح خفيف زينة الكيلو 23 ريال. شبيهة جبنة جرينلاند متنوع مصري الكيلو 20 بدلا من 27. جرينلاند كلها متنوع.
في عرض على شبيه جبنة عمارة متنوع مصري 23 ريال، في جبنة فيتا دنماركي الكيلو 16 ريال، جبنة فيتا دنماركي الكيلو 16 ريال، جبنة رومي فود الكيلو 50 ريال، الجبنة الرومي الفيتا في البقرات الثلاثة 500 جرام نازل 10 ريال بدلا من 12.5. في جبنة الفيتا المراعي 400 جرام الاتنين حبة 18 بدلا من 20.5، يعني الواحدة 9 ريال. عروض الجبنة الفيتا. في عروض الجبنة اللي هي للسندوتشات الشرائح، في بريزيدنت ال 400 جرام نازله من 18.5 ل 15 ريال، في باندا شبيهة جبنه شيدر باندا 400 جرام الاثنين حبه نازلين من 30 ل 20 ريال. في برضو هنا جبنه شرائح اللي هي نادك 400 جرام نازل الواحده ب 15.5 بدلا من 18 ريال، اللي هي نادك الواحده ب 15.5 اللي هي ال 400 جرام. المراعي ال 400 جرام نازل هنا عرض حلو، هنا نازلة من 20 ل 13 ريال المراعي، 13 ريال اللي هي المراعي دي بتستخدم للبرجر والسندوتشات اللي هي الجبنة دي، ال 400 جرام المراعي ب 13 ريال. الجبنة المثلثات، جبنة المثلثات في المراعي نازلة ب 14 ريال، بكرة الضحيقة دي نازلة ب 12 ريال، المراعي خمس علب مع بعضهم كده ب 14 ريال. في جبنة بالقشطة المراعي العبوة نازلة ب 30 ريال بدلا من 44 ريال. في جبنة بالقشطة اللي هي كيري نازلة من 43 ل 29 ريال، اللي هي مربعات دي. زيتون والمخلل، في زيتون اخضر هنا ايطالي ده سعره غالي شوية 75 نازل ل 55. في حاجات هنا، خلينا في الحاجات اللي هي ايه، المخلل المشكل ده نازل الكيلو ب 11 ريال، مخلل مشكل. في هنا برضو زيتون الريف نازل ب 29 ريال. في كمان هنا زيتون اخضر اللي احنا قلناه ده ب 55. في شرائح زيتون اسباني اسود او اخضر الكيلو ب 20 ريال، كيلو ب 20 ريال اللي هو الشرائح. زيتون اخضر الدره الكيلو ب 30 ريال، زيتون اخضر الدره. في زيتون مغربي بالشطه والفلفل والليمون الكيلو ب 20 ريال. عروض الزيتون، الزيتون والمخللات في بند. من اقوى عروض بند هذا الاسبوع عرض على لبنه المراعي اللي هي 700 جرام، شايفين قوة العرض، نازل 1+1 مجانا، وفي ناس كتير واخدة منها 1+1 مجانا بدلا من 50 ريال 25 ريال، 25 ريال لبنة المراعي اللي هي 700 جرام. في كمان عرض على لبنة تركية داري اللي هي 180 جرام الاتنين حبة ب10 ريال بدلا من 14.5. في كمان هنا عرض على لبنة طازجة فرسان 200 جرام، 200 جرام 2 حبة نازلة من 14 ريال، من 14 ريال ل 10 ريال. لبنة تركية ندى 200 جرام الاتنين حبة 12 ريال. عرض على لبنة نادك برضو 700 جرام نازلة من 22 ريال 75 هللة ل 21 ريال 95 هللة. عروض اللبنة على الكيك في بندا، في قسم المخبوزات والحلويات، القسم الجميل جدا في باندا. عندك هنا كيك، الكيك هنا نازل اهو، كيك الشوكولاتة نازل ب50، كيك الشوكولاتة نازل ب50، وفي كيك اللي هو اللوتس نازل ب36، في الريد فليت ب49، الريد فليت ب49. في بقى اسعار بقى تانية عادية خالص. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع يا جماعه عرض حلو جدا على شبيهه القشطه بوك اللي هي المعلبه، نازل الاربع حبات، شايفين نسبه الخصم من 8 ريال ل 9 ريال، يعني عرض نصف السعر، الواحده 160 جرام.
شبيهة قشطة بوك معلبة، الأربعة بتسعة بدلا من 18 ريال، من أقوى العروض هذا الأسبوع في بندا. عروض القشطة المعلبة، في القشطة المعلبة اللي هي الخير، الأربع حبات نازلين من 16 لـ10 ريال 95 هرل، أو 11 ريال، اللي هي الخير الأربع حبات 10 ريال 95 هرل. كمان في عرض على نادك الواحدة 170، برضو التلات حبات ب12 بدلا من 15، التلات حبات ب13 بدلا من 15. في نادك اللي هي الباكت، الباكت فيه 6، الواحدة 155 جرام، نازل من 24 ريال 75 هرلة لـ19 ريال. وأقوى عرض موجود اللي هو بوك الأربع حبات نازلين 9 ريال بدلا من 18 ريال، عرض نصف الساعة. عروض القشطة المعلبة، كمان في عرض على القشطة المعلبة اللي هي المراعي، 3 حبات نازلين من 16.5 لـ10 ريال، عروض 10 ريال في بند هذا الأسبوع اللي هي المراعي. يبقى كده شفنا المراعي ونادك وبوك والخير، دي عروض القشطة المعلبة. كمان في قشطة لونة، قشطة لونة نازل الواحدة 155 جرام، 2 زائد 1 مجانا، 12 ريال بدلا من 18 ريال، اللي هي لونة. دي كل عروض القشطة المعلبة. عروض الجبنة الكريمي، في الصافي 900 جرام نازلة من 32 ل 19 ريال، وده أقوى عرض في الجبنة الكريمي اللي هي الصافي، نازلة ب19 بدلا من 32. في كيري برضو اللي هي 900 جرام نازلة 25 بدلا من 36، كيري 25. في اللي هي نادك 2 في 900 نازل من 52 ل 40، من 52 نازل 40. كمان في برضو عرض على المراعي اللي هي 500، 2 في 500 نازل من 39 ل 20، سواء الكريمي العادية او الشيدر. في كمان بوك نازلة 19 ريال اللي هي 500 جرام، ودي غالية جدا طبعا. في بوك برضو هي 19 اللي هي الشيدر. عروض الجبنة الكريمي، من اقوى عروض البند هذا الاسبوع عرض على مايونيز هنا، مايونيز هنا عروض 10 ريال، نزل من 17 لـ10 ريال، 1 كيلو من 17 ريال نزل 10 ريال. مايونيز هنا ناس واخده منه كتير زي ما احنا شايفين، عروض 10 ريال في بند. كمان عروض المايونيز، في مايونيز بند، مايونيز بند نزل من 18، العبوه الضاغطه دي 525 ملي، اللايت او العادي، نزل العرض من 18 لـ12 ريال. كمان في نوع من المايونيز برضو هنا نزل من 19 لـ15 ريال، 450 جرام. في برضو مايونيز اللي هو هاينز نازل 400 ملي، 15 بدلا من 21، 95 هنا بدلا من 22، اللي هي هاينز افضل عرض على المايونيز. في مايونيز نور كمان 15 ريال بدلا من 20، اللي هو 2 في 500 ملي، 15 ريال افضل عرض اللي هو هنا، دي نازله ب10 ريال. عروض المايونيز في بند هذا الاسبوع. كمان في عرض على تتبيله السلطه اللي هي هاينز، دي نازله من 30 لـ25 ريال، متنوع، 400 ملي. عروض الطحينه في بند، في طحينه حلواني اخواني اللي هي 1 كيلو نازله من 48 لـ40 ريال، اللي هو 1 كيلو. كمان في الكسيح الذهبية او الكسيح الذهبي 900 جرام نازلة من 40، من 39 ل 30 ريال، والكسيح الذهبية برضو اللي هي 450 جرام نازلة 17 بدلا من 24. كمان في عرض على طحينة الجميل، طحينة الجميل 500 جرام اللي هي نص كيلو نازلة من 27 لـ22 ريال، اللي هي جميل نص كيلو. عروض الطحينة في بند هذا الأسبوع. من أقوى عروض بند هذا الأسبوع عرض على كريمة البندق والكاكاو اللي هي النيوتيلا 400 جرام، نازلة نسبة خصم حلوة برضو من 25، نازلة 17 ريال، من 25 نازلة 17 ريال، اللي هي 400 جرام. تعال نشوف بند كريمة البندق والكاكاو اللي هي باسم بند، اللي هي 300 جرام نازل الاثنين حبة من 36 لـ21 ريال، الاثنين حبة 21 بدلا من 36، اللي هي كريمة البندق والكاكاو اللي هي باسم بند 300 جرام.
من أقوى عروض بند هذا الأسبوع عرض على حليب مبخر لونة، حليب مبخر لونة الأربع حبات نازلين من 14 لتسعة ريال، يعني توفير 5 ريال لونة. في كمان حليب مبخر لونة اللي هو الكرك نازل التلاتة ب8.5 بدلا من 12.75. عروض الحليب المبخر، في شوفنا هنا عرض على حليب مبخر لونة، في كمان هنا ميزة حليب مبخر ميزة شبيه حليب مبخر ميزة، الأربع حبات ب8.5 بدلا من 12، 8.5 بدلا من 12، الواحدة 170 جرام. في كمان عرض على المراعي ولكن اللي هو الباكت، في ناس واخدة منه، هو هنشوف الباكت فيه ستة في 170 جرام، ستة في 170 جرام نزل من 17.5 ل14 ريال، من 17.5 نازل 14 ريال، يبقى كده في على لونة. لونة فيه نوعين، النوع اللي هو العادي والنوع اللي هو بالكرك، وفي اللي هو ميزة. في كمان هنا أبو قوس اللي هو 133 ملي نازل الواحدة ب5 ريال بدلا من 6 ريال، 5 ريال بدلا من 6 ريال. عروض الحليب المبخر، عروض ال5 ريال في باندا على منتجات باندا، عرض على حليب مكثف محلى باندا الواحد 397 جرام نازل 5 ريال، الحبة 5 ريال بدلا من كام؟ بدلا من 9.5، يعني يعتبر نصف السعر. وعروض ال5 ريال على منتجات باندا هذا الأسبوع. عروض الحليب المحلى المكثف، في عرض على حليب مكثف محلى اللي هو المراعي، الاتنين حبة نازلين من 24 ل15 ريال، الحبة الواحدة 397 جرام اللي هو المراعي. في كمان عرض على ايبيفيا الاتنين حبة ب11 ريال بدلا من 12.5، الواحدة 390 جرام. في باندا نازل الحبة الواحدة 397 جرام نازلة ب5 ريال بدلا من 9.5، عروضة 5 ريال. كمان في ميليزيانا شبيه حليب محلى مكثف، ميليزيانا 500 جرام نازل من 9 ريال الواحدة ل7 ريال. ديت عروض الحليب المحلى المكثف في باندا. من أقوى عروض باندا هذا الأسبوع عرض على شرائح أناناس جودي، شرائح أناناس جودي العلبة 567 جرام نازل 1+1 10 ريال بدلا من 20 ريال، عروض نصف السعر. وعروض ال10 ريال في باندا على شرائح أناناس معلبة جودي العلبة الواحدة 567 جرام.